تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وبحضور سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم تلألأ ليل دبي بتوافد نجوم ومشاهير السينما العربية والعالمية على مقر انعقاد مهرجان دبي السينمائي الدولي لحضور حفل افتتاح دورته 12 بمدينة الجميرة مساء أمس الأربعاء. طبعا المشاركة الإماراتية مشاركة مهمة جدا، كون المهرجان أيضا يقع في دولة الإمارات. عدنا 11 فيلم إماراتي، 4 أفلام طويلة، ممكن كانت تكون هذه حلم خلال الأيام السنوات اللي مضت أن يكون 4 أفلام طويلة في مهرجان يأتي أيضا آخر المهرجانات. أيضا هناك 28 ورشة عمل لصناع السينما الإماراتيين، التقاء مع أقرانهم من الدول الأخرى اللي سبقونا في هذا المجال، وما زلنا في البداية، ولكن نتمنى أن نحن ماشيين في الطريق الصحيح لبناء صناعة إماراتية وخليجية وعربية من الإمارات. طبعا فرحان بالتكريم وبتقدم بالتقدير والاحترام لإدارة هذا المهرجان اللي أثبت على مدى الدورات اللي حصلت نجاحهم باستمرار، ويعني وتحية إلى دولة الإمارات في الشك لأنها أنجبت عقول محترمة جدا يعني يقيموا هذا المهرجان المحترم. أنا مش أول مرة بحضر، أنا ثالث مرة، فكل مرة بشوف تقدم عن المرة اللي فاتت. إحنا عندنا من مصر في فيلمين، أستاذ محمد خان وأستاذة هالة خليل ربنا يوفقهم، لكن إحنا مجموعة كبيرة من النجوم جت للمشاركة عموما في مهرجان دبي لحبنا في الإمارات في مهرجان دبي. السنة دي المهرجان تخطى حدود كتيرة جدا، ككونه مهرجان هو أصبح بينتج أفلام، وفي أفلام من إنتاج المهرجان موجودة في الدورة ديت، في بيطلع من ورش سينمائية مخرجين وممثلين وصناع للسينما، فأصبح النهاردة معهد وإنتاج ومهرجان عالمي، ف يعني مثل يحتذى به لكل المهرجانات اللي موجودة. يعني أنا سعيد جدا بوجودي بمهرجان دبي السينمائي، وأفتخر كممثل عربي وكواحد من الحضور بهذا الألق وهذا المهرجان الكبير اللي حقيقة بيشرف كل البلدان العربية أنه نحن يصير عندنا مهرجان بهذا الفخامة، وهو حقيقة المهرجان عالمي، فحكما أنا سعيد جدا. أنا أعتقد أنه سينما الإماراتية تبني على المدى الطويل، وفي أسماء اليوم صارت معروفة وصارت مهمة جدا في الساحة، على الساحة الفنية العربية. هناك مخرجين ومخرجات ومنتجين ومنتجات، وأنا فخورة بالمرأة الإماراتية عموما لأنها فعالة جدا في الساحة، على الساحة السينمائية الإماراتية. دي بالنسبة لي مشاركة مهمة جدا، وسعيد اللي أنا فيها النهاردة إن شاء الله، وشرف كبير أن أكون معهم النهاردة. مهرجان دبي مش محتاج ان احنا نتكلم عليه، لان مهرجان دبي مهرجان كبير ومؤثر جدا ومجمع لكل الفنون على المستوى العربي. مهرجان دبي مهرجان منظم جدا، وانا شخصيا بحبه وبحترمه لانه حاجه منظمه وحاجه هايله، وترحبهم بالضيوف مستوى عالي جدا جدا، خلاف بقى دعم الشباب الصغيرين بأحلامهم الجميلة عشان هم يقدروا يحققوا أحلامهم وتبدأ تشوف النور. يكفي هذا يعني.